مرحبا بكم من جديد. اليوم باش نحكي لكم على اهم 5 شخصيات مؤثره في الشان الرياضي الافريقي حسب تصنيف موقع بيتا سبور المختص في احصائيات الرياضي، واللي استند على حجم النفقات المخصصه وعدد الالقاب الى جانب النفوذ المحلي للشخصيات المذكوره. ما تبعدوش، فاصل ونواصل. جاء الرئيس الحالي لنادي مامليدي سانتاونز في المرتبه 5 من الترتيب. يعتبر رجل الأعمال الجنوب أفريقي من الشخصيات الهامة، حيث تقدر ثروته بحوالي 2.4 مليار دولار، وتتمحور أعماله حول المجوهرات والعقارات إلى جانب صناعة التعديل، وهو الرئيس التنفيذي لشركة RM Gold. قاد موتسيبي نادي سانداونز العديد من التتويجات، إلى جانب تواجد النادي بانتظام في المسابقات الأفريقية من خلال قيامه بعديد الصفقات خاصة من أمريكا الجنوبية. جاء الرئيس الحالي لنادي مازامبي مويس كاتومبي رابع الترتيب. ويعتبر كاتومبي من أهم الرجال في الكونغو الديمقراطية، حيث ترشح لعديد المرات للانتخابات الرئاسية، ووصف كثاني أقوى رجل بعد الرئيس الحالي جوزيف كابيلا. قاد كاتومبي مازامبي لعديد التتويجات من هربيه الأبطال في عدة مناسبات من خلال قيامه بجملة من التعاقدات، حيث بلغت القيمة التسويقية لنادي مازامبي سنة 2015 حوالي 46 مليون دولار. وتتمحور ثروة الرجل حول العقارات والصناعات البترولية إلى جانب الصناعات الغذائية. ثالثا، سعيد النصير. يعتبر سعيد النصير الرئيس الحالي لنادي الوداد البيضاوي المغربي من أهم الشخصيات الرياضية، حيث قاد الوداد لعديد التتويجات المحلية والقارية. لم تكن حياة النصير سهلة، حيث ينحدر من عائلة بسيطة. صعد النصير إلى رئاسة الوداد بعد استقالة الرئيس السابق للوداد عبد الإله إكرام سنة 2014، ومنذ ذلك الوقت قاد الوداد إلى جملة من التتويجات وبرزها رابطة الأبطال في عدة مناسبات. جاء ثانيا الرئيس الحالي للترجي. يعتبر الرئيس الحالي للترجي حمدي المدب من الشخصيات المثيرة للجدل في تونس وفي إفريقيا. قاد المدب الترجي العديد من التتويجات من هربدة الأبطال في نسختيها الماضيتين، وتتمحور ثروة عائلة المدب حول الصناعات الغذائية مثل الحليب ومشتقاته، وهو الرئيس المدير العام لمجموعة دانون منذ سنة 1998. تمكن المدب من جعل الترجي من عمالقة القارة من خلال القيام بعديد التعاقدات. المرتبة الأولى، جاء اللاعب السابق للأهلي ومنتخب مصر ورئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري محمود الخطيب أول القائمة. منذ صعوده على رأس نادي الأهلي المصري، قام الخطيب بعديد الإصلاحات جعلت من الأهلي، أو كما يصطلح على تسميته بنادي القرن، من أقوى أندية إفريقيا، حيث له النصيب الأوفى من التتويجات. وينحدر الخطيب من عائلة رياضية، حيث لا توجد معلومات كافية عن ثروته ونشاطاته بما أنه قليل الظهور في الإعلام. ومما يحسب للخطيب قيامه بتكوين إدارة عصرية، حيث تمكنت إدارة الأهلي سنة 2017 من تحقيق أكثر من 24 مليون دولار عقود استشهار، إلى جانب ارتفاع ميزانية الأهلي بشكل قياسي لتصل حوالي 117 مليون دولار، أي ما يعادل 345 مليار تونسي. هذا كل ما لدينا اليوم، نرجو أن ينال الفيديو الإعجاب، لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا.